ازيكم؟ شوف فيديو جديد في الحاجه بقى. اليوتيوب اليومين دول المشاهدات ضعيفه والعمليه مش جايبه همها، فعشان كده قلت ايه افتح سوبر ماركت عشان ازود دخل يعني وكده. هبيع كل حاجه، شيبسي هجيب، بيبسي، كل انواع الجبن، كل حاجه، مع كل حاجه. بقى لي التفكير وتدمير. بدل ما تشتروا من سوبر ماركت غريب اشتروا من عندي كمان. انا احرق الاسعار في السوق يا جدعان واعمل لكم خصومات كمان. النهارده كمان هنلعب لعبه تريدر لابس ليتر 2 محاكي السوبر ماركت. ناس كتير الايام اللي فاتت كتبت لي فادي العب محاكي السوبر ماركت. انا الصراحه ما كنتش عارف اللعبه ديت. اللعبه عامله ضجه كبيره جدا على اليوتيوب، بس معلش يا جماعه انا بادئ متاخر، اللعبه اصلا نازله من شهر يا جماعه. اللعبه كان في منها جزء اول ما كنتش سمعت عنه اساسا، انا داخل على الجزء الثاني على طول. بص يا جماعه، لو لقيت لايكات كتير قوي على الفيديو دوت هعمل منها جزء ثاني، ومش بعد ان هي تبقى سلسله على القناه كمان. ايه ده؟ مين الراجل الاقرع ده؟ صاحب السوبر ماركت اقرع كده ليه يا جدعان؟ ده طب ده مفيش، ده صيحه خالص، مفيش ولا شعرايه خالص. الراجل عامل كده ليه؟ الراجل مبلم كده ليه؟ شكله غريب، مش مرتاح له يا جماعه، مش مرتاح له. ايه يا عم ده يا عم، عامل في نفسك كده ليه يا عم الحاج؟ يعني حتى انا بضحك، طب اضحك انت. لا بقول اقول لك نكته. طيب ماله الراجل قافش ليه كده يا جماعه؟ يلا يا جماعه بولي. نيو جيم يا جماعه، نيو جيم يا جماعه. ايه ده العربيه دي؟ انا لسه مركب العربيه دي. عربيه انا عادي يا جدعان، مش عارف، انا سامع صوت عصافير بتزقزق. ايه ده؟ ايه ده؟ العربيه هي موجوده بره يا جدعان، المفروض ان ده بيتي. تمام، اه ده بيتي يا جماعه، ده بيتي، المفروض ان ده بيتي. اولا لا لا، وسرير ايه ده يا جدعان؟ سل، هبيع السرير ولا ايه ده؟ ده هو السرير؟ يا لهوي يا جدعان، الخشب خربان والخشب بايظ، اساس اكل ولا ايه يا جدعان؟ ايه ده؟ ايه البيت فاضي يعني؟ الظاهر عشان لسه ما بعتش بقى، فمش عارف احط عفش في الشقه يا جدعان، لسه ما بعتش بحاجه خالص، فعشان كده الشقه فاضيه خالص. ما انتوا بقى لو اشتريتوا مني هعرف ان انا احط عفش واظبط الشقه يعني. مش معقول تقعد تشتروا بالغريب يعني وانا لا ليه يعني؟ تيجوا نطلع بره نشوف في ايه. ده كيو تابلت. الله الله الله، تابلت يا جدعان، وال الله 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 الله، وتابلت يا جماعه، وفي المبيعات والشكاوي والفواتير والاب ستور. ده ايه يا جماعه؟ واضح ان الموضوع كبير، اللعبه دي كبيره يا لهوي. ده واضح ان الموضوع اكبر من محاكي مقهى الالعاب. ستاب اربع شرط هيفصل كده يا جدعان، مش هينفع كده. بيقول لك هاو تو بلاي ذيس از يور شوب وريو سيل برود. ده ايه ده؟ اه ده محلي، انا كده حاليا في البيت، المفروض اسيب البيت بقى واروح على المحل. تمام. يو كانت يوز فيجل تو ترانسبورت فورتنايت. ايه ده؟ فورنيتشر. اه ما اقدرش انقل عفش فورتنايت. ايه مش عارف ايه علاقه فورتنايت بالموضوع؟ طيب مش مشكله، اوكي ناجر عربيه للعفش، مش مشكله يعني، مش قضيه. اما شاهي يا صديق، اه يا جماعه بصراحه الجرافيك بتاعها اقوى من محاكي مقهى الالعاب. ايه ده يا جماعه؟ شجر ولا لا 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 لا، بصوا عامله ازاي. بصوا يا جماعه وبصوا البيت ولا لا لا لا، بصوا الزرع لا بصراحه يا جماعه لا، فعلا في فرق جامد في الجرافيك بينها وبين لعبه محاكي مقهى الالعاب اللي انا ما كملتهاش دي. معلش يا جماعه انا اسف والله، ممكن ابقى اكملها لكم برضو ان شاء الله. بصراحه جميل جميل، الفيو جامد، الفيو جامد جدا. انا اخد بيت في مكان ايه؟ ما فيش الا انا في المنطقه اساسا. طفشت كل الجيران. طب اقدر اعوم؟ عايز اعوم شويه يا جماعه، الجو حر. في ناس هتقول لي فادي احنا في الشتاء. حبيبي احنا في الشتاء، بس الجو حر، هو الشتاء من السنه دي مش طبيعي. اوه الميه، اقدر اعوم؟ ما اقدرش اعوم ليه؟ ليه يعني ليه؟ يلا اوه يا جماعه بجد، انا 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 مبسوط، حاسس ان انا سوبر ماركت. ما هعطيش لك لحبيبي. اوه لا والعربيه حاجه صايعه. اوه لا 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 والعربيه، بصوا يا جماعه بجد، لا الجرافيك العربيه جميل جدا جدا. اوه انا ابتديت احب قوي العاب المحاكيات يا جماعه. وبص الطريق متسفلت حاجه، ايه سفلتها عظم يا جماعه. البيت بتاعي رهيب، افهم اقفل الباب احسن، حرامي يخش يا جدعان. قال يلا هيسرق ايه؟ هيسرق السرير يعني؟ هو مفيش الا سرير، لو عارف ياخده ياخده. لو عارف ياخده ياخده. طب ايه ده؟ بيك اب ايه؟ ايه ده السرير؟ انا شلت السرير. طب يعني ازاي؟ يعني انا شلته لوحدي ازاي يا جماعه؟ ايه ده سل ممكن؟ لا بعته. ايه ده انا بعته؟ ده اتباع. طب ما ينفعش ارجعه؟ لا ما عنديش الا هو. طب انام على ايه؟ مش مهم مش مهم، ابقى انام في المحل بقى وخلاص. والله ما عارف اقول ايه يا جدعان، الباب بيرزع جامد كده ليه؟ والله ما عارف اقول ايه يا جماعه بجد، مش عارف يا مش عارف. ايه ده؟ الله 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 الله، العربيه يا جماعه بصوا ايه ده يا جماعه؟ لا 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 لا، ايه ده ايه ده ايه ده؟ ودركسيون وبتاع،
ما كانش ناقص بس اللي يحطوا ايده على الدركسيون يعني كده العربية دي ماشية ازاي؟ سحر ده ولا ايه؟ ولا في عفريت في البتاع ولا ايه؟ الله يا جماعة يعني اللعبة فيها الواقعية دي. ده مين الاخ ده؟ اف اف انا هموته يعني ولا ايه؟ يا ساتر يا رب في ايه؟ تعالى يا عم حسب، يا عم حسب العربية احمق. ايه ده؟ العربية خبطت في الراجل رجعت. طب ازاي يا جماعة؟ ما ده مش واقعي يا جماعة. انت يا عم ايه ده؟ ده انا كأني خبط في حديدة وكمنه يعني الراجل معضل يعني ولا ايه؟ انت يا عم الحاج، يا عم انت، انت زفت ازاي يا جماعة؟ ازاي؟ ايه ده؟ ومش عارف اطلع هنا اساسا. ايه ده؟ في ايه؟ انا ايه اللي بيتكسر ورا؟ في ايه ورا يا جماعة؟ طيب ما علينا، مش عايزين نضيع وقت. ايه ده؟ في عربية اهي، ما اقدرش اركب العربية التانية ديت؟ ما اقدرش اركب دي مثلا؟ اوه ما اقدرش اركب العربيتي، يمكن بعدين اشتري عربيات ولا حاجة. ماشي ما علينا، عربيتي اركب عربيتي يا جماعة، اركب عربيتي. ايه ده؟ يا لهوي، ده عامل زي مافيا 2 لما انزل وانا حاود الدركسيون العجل بيفضل حاود. انا بعشق الحركة دي وموجودة برضك في وارزون 2 يا جماعة. انا رغاي ليه يا جماعة؟ عايزين ايه ده؟ ده ايه ايه المهرجان اللي قدامي ده يا جماعة؟ انا محلي فين اساسا يا جماعة؟ ايه ده؟ العربية العربية بتزمر كمان وفي لايتس. الله، ايه ده؟ ايه ده؟ اقدر افتح البيبان؟ ايه يا جماعة ده؟ عشان اما اجي احط البضاعة. يا سلام، ايه ده؟ والشنطة؟ الله 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 الله، لا 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 بقى، لا بقى، مش معقول يا جماعة، مش معقول. يا سلام يا سلام، شايفين يا جماعة؟ كله مفتح، كله اركب بقى، اركب خلاص، قفل كله، شايفين؟ طب انت ما قلت ليش شوب فين؟ ما انتوا معلمتوا. ايه ده؟ البنزين بيخلص كمان والزيت بيخلص ايه ده؟ ده درفت عالمي. فهمت يا جماعة المابة اخيرا يا جماعة؟ انا الوقت عند البيت، لو انا مشيت قدام على نفس الطريق دوت هلاقي اسم البوليس، وبعد كده في مستشفى، وبعد كده في محل بكري فرن، وبعد كده محلي. فانا عشان اوصل المحل لازم افضل ماشي على طول وبعد كده يمين. انا كده فهمت، هي المابا نظامها غريب شويه يعني. ماشي اهو، المفروض اول حاجه انا عديت عليها دي ايه؟ اسم الشرطه. عشان لو حد اهو الضابط واقف جوه يا جماعه، عشان لو حد سرق المحل بتاعي ولا حاجه اجي ابلغ عنه. ودي الكلينك، عياده، عشان لو تعبت ولا حاجه لا قدر الله يعني. وايه بعد كده؟ حاسب يا عم حاسب. وبعد كده في ايه؟ في مخبز. المخبز ده فين؟ ايوه ايوه، ده ايه؟ ده ايه؟ بكري، بكري اهو، بكري، فرن عيش، فرن عيش يا جماعه. ممكن يا عمي 10 وشنطه بعد اذنك، 10 وشنطه، 10 وشنطه. الراجل مبلم كده ليه؟ مراته منكده عليه ولا ايه؟ 10 وشنطه لو سمحت. هو في ايه يا جماعه؟ ده بيبيع كمان ايه ده؟ طرط وحاجات لا 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 حاجه عايز. الراجل واقف لوحده في المحل. ايه ده؟ اشتري ايه اللي ب 400 دولار ده؟ لا مش للدرجات، انا جاي اشتري عيش، مش جاي اشتري طاوله العيش كلها يعني. انا مش هفتح فرن يا حبيبي، انت فاهمني غلط، انا جاي اشتري عيش بس. الله الله الله، العيش عندكم غالي ب 15 جنيه؟ العيش ب 15 جنيه ليه يا جدعان؟ وادي كيكه، كيكه ايه يا جماعه الحاجات دي؟ ويا لهوي 18 دولار الرغيف الطويل ده، 18 دولار كرواسون بكام؟ الكرواسون بكام؟ 18 دولار برضه؟ لا انتوا اسعاركم غاليه. لا اشوف فرن تاني، انا اسف، انا اشوف فرن تاني، مش هجيب منكم، لا مش هجيب منكم، اشوف فرن تاني. طيب المفروض بقى بعد كده محلي اخيرا. هو طبيعي الاماكن مش كتيره، فمع الوقت هلاقي نفسي حفظ. ايه ده يا جماعه؟ ايه ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الركنه دي؟ طب ليه 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 الركنه دي؟ خلاص خلاص انزل. طب العربيات دي كلها انا ما اقدرش اركبها، العربيات الجامده دي يا جماعه. يا خبا، ايه ده؟ الراجل ده كان بيعمل ايه؟ بيصير فوق ده ولا ايه؟ يا ابني الشجر يا ابني، ولا بيروي الشجر ده ولا ايه؟ اوه عربيه البنك. طب بقول لكم ايه، انا لسه هفتح سوبر ماركت وابيع وكام، مثلا عربيه البنك وخلاص يا جدعان، مفيش فلوس، عربيه البنك فاضيه يا جماعه اساسا. طب خلاص خلاص، نرجع بقى نلم نفسنا بقى ونرجع للسوبر ماركت بتاعنا بقى يا جماعه، عايزين نشتغل بقى عادل يا جماعه. ناخد الشلف ده، يعني احنا عندنا حاجه بتقيم بيها. طب والله كتر خير الدنيا. هاخده احطه جوه المحل، حلو قوي. يلا يلا، ايه ده؟ ازيك يا عم الحاج؟ انت يا عم انت كمان مراتك من كده عليك ولا ايه؟ وبعدين مالك في ايه يا عم؟ انت واقف زي الالف كده ليه؟ انت حد في ايه؟ فكرته ايه يا عم؟ لسه ما فتحناهاش، جاي تشتري ايه يا عمي؟ هيشتري ايه ده؟ ما هو قال لك ده يا عم، ده لسه اما اروح محل تاني يا عم، ده لسه
ده لسه المحل في امان، بس في بضاعه اهي يا جماعه، استنونا بس هنستفتح، بس هنفتح دلوقتي حالا يا جماعه، ان انا عايز الناس تشوف ان في بضاعه. ففي الاول هحط جنب الراجل، مع المنظر مش هيبقى انساني خالص، بس ماشي عادي. هنحط بقى البضاعه اللي بره ديت. ايه ده جراب؟ ايوه ماشي. لا هو الصندوق جواه حاجه. اوكي انا المفروض افتح الصندوق. جواه ايه؟ ايه ده مش شايف؟ ايه ده؟ ده كورن فليكس يا جماعه، كورن فليكس. طب والله كويس، عندنا بضاعه اهو، يلا هنحط. حلو قوي. جاي تشتري ايه؟ ما عندناش الا دي، عايز اخدها. وده جواها ايه؟ ايه ده تاني؟ ما جالناش غير كورن فليكس يا جماعه. ايه كام كورن فليكسايه دي يا جماعه؟ طيب هو ده اللي عندنا، الناس جايه تشتري ايه؟ طب الراجل ده ايه ده بيشتري؟ ده بيشتري. اشترى يا جماعه، اشترى اول بضاعه اتباعت يا جماعه. ده بكام؟ استنى كده اما اشوف الراجل ده بيشتري بكام. يلا الراجل شكله نظيف اهو، حاجه عظمه يعني. ايه يا عم الحاج بتشتري ايه؟ ما اشتراش. طب ليه؟ يا عم عندنا احسن كورن فليكس. الزباين بتطفش ليه يا جماعه؟ مش قد الموضوع. وبعدين الراجل ده مالك يا عم؟ انت جيت تفزعنا؟ انت عامل كده ليه يا عم؟ انت بتبرق لنا ليه؟ يا جماعه محدش بيشتري، يمكن انا عشان واقف قدام الكاشير بيفكروا ان انا مش عايزهم يشتروا يعني ولا ايه؟ مش فاهم انا عملت ايه يعني؟ ما حد يفهمني انا عملت ايه؟ مناديل تواليت. طيب تاخد مناديل تواليت؟ اشتري يا ابني اشتري، حرام عليك. ايوه اشترى ب 3 دولار. ب 3 دولار ايه؟ وكان معايا كام؟ والله نسيت يا جماعه. ما علينا ما علينا. ايه ده؟ ايت انا ممكن اكلها؟ خلاص هاكلها طالما ما بيشتروش هاكلها انا. ما بيشتروش انا هعمل ايه؟ انا عايز ايه نظام كده في المحل. يلا مناديل تواليت تاني اهو. ها هتشتري ايه؟ عايز مناديل ولا عايز كورن فليكس؟ اللي انت عايزه. ها يا باي يا جماعه، في احنا مش قد المقام ولا الراجل ده؟ امشيه امشيه يا جماعه، الراجل ده شكله هو بيطفش الزباين. ما هو مكشر في وش الزباين يا جماعه. ده كده هيخسرني الراجل ده يا جماعه، مش هينفع كده. انت تاني؟ مش انت كنت عندنا من شويه؟ الله ده ب 20 دولار. الظاهر في ناس بتستغل الحاجه، في ناس تيجي تسمع لا ده ب 20 دولار اشترى مناديل. المناديل هي اللي ب 20 دولار. انا مش واخد بالي يا جماعه والله، فكروا اشترى كورن فليكس. انت يا عم ده جاي من فرح ولا فرحك النهارده ولا ايه؟ اشترى حاجه ب 20 دولار المناديل. يا ليه يا جماعه ليه للدرجه دي؟ كل ده عشان الدولار قايله يعني المناديل بقت ب 20 دولار؟ ايه ده زيت؟ الزيت ممكن نحطه جنب الكورن فليكس. زيت عافيه ده ولا ايه؟ برضه كله 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 الاقبال كله على المناديل. المناديل الاقبال عليها عالمي، الاقبال تاريخي يا فندم على المناديل. مناديل برضك كله كل ايه ده؟ لا ده خد كورن فليكس. اه 461 بقت 474، يبقى الكورن فليكس ب 13 دولار. ايوه لان اول مره كان معايا 375 بقى ب 388. الكورن فليكس ب 13 دولار، غالي برضه ليه؟ وايه دي مربى دي ولا ايه يا جماعه؟ ده جم 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 يعني، مش انا مش عارف ايه الجم ده والله، مش عارف والله. ده جل ده ولا جل للشعر ده ولا ايه؟ انا عارف بقى اي حاجه يا جماعه بقى. يلا بس كويس السوبر ماركت بدا يشتغل يا جماعه اهوت، ودي حاجه بسطاني جدا يا جماعه. شكرا شكرا يا جماعه لكل الناس اللي بتشتري، هروقكم على الاخر يا جماعه. ايه ده معطر جو ده ولا ايه؟ عندنا بضاعه كتير، عندنا بضاعه كتير وشغل كتير اهو. يلا عايزين نرزق بس كده، نجيب اول 1000 دولار بس وهتبدا العمليه تحلو ان شاء الله. يلا بينا. ايه ده ولا ده؟ شكله شيبسي برينجلز. ده شيبسي اهو، مكتوب شيبسي شيبسي برينجلز برينج. ايه ده ايه ده شنقي؟ ايه ده؟ ايه شنقي ده؟ ايه ده شنقي؟ ده في بسكوت بجد اسمه شنقي، بسكوت اماراتي. الله ايه ده؟ يعني اسماء المنتجات بجد ولا ايه؟ شكلهم متعاونين مع براندات حقيقيه ولا ايه؟ الموضوع كبير. شنقي تاني اهو، شنقي اللي عايز بسكوت شنقي ياخد بسكوت شنقي. احنا عنينا. يلا يلا يا جماعه، يلا يا جماعه، يلا. هي عندنا كل حاجه، عندنا كل حاجه يا جماعه. احلى حاجه ان انا حاطط البضاعه جنب الراجل على طول يا جماعه، عشان الناس ما تقولكش ده محل فاضي. احنا عايزين نرزق يا جماعه، عايزين نرزق. شانكي اوه شانكي اوه شانكي اوه. ايه ده؟ ما ينفعش احط ايه ده؟ ممكن احط حاجات هنا برضه، انا مش واخد بالي. والكرسي ده ممكن احطه للزباين يقعدوا لو ست كبيره داخله ولا حاجه. خليه زي ما هو هنا، لو في ست عايزه تريح شويه على بال ما ابنها يشتري تقعد هنا. وده ايه ده بقى؟ ده ممكن نعمل ده حمام ولا ايه؟
ولا ده مهرب خلفي عشان لو في حراميه ده هجموا على المحل ولا ايه يا جماعه، ولا عشان لو حصل سطو مصلح على المحل ولا ايه يا جماعه. بس محل كبير وشرح وبرح وحاجه كده جميله والمبيعات عايزين يشوف. بصوا ما اعرفش ايه الكيرل ده والله، الرابد بيبرز اللي هي المناديل، الكيرل ده الاول الكورن فليكس مسمينه كيرل 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 يا سيدي، الجم فراينج اويل اللي زيت ب 21 دولار غلى قوي الزيت يا جماعه. الله ده جم يعني سامغ يعني اللي تحت سامغ يا جماعه. طيب ده في بقى تطويرات للمحل بقى ونضيف حاجات وبتاع ماشي، بس انا لسه انا على قد لسه غلبان. ماشي بيع انت يا عم الحاج، انا هروح اشتري بضاعه وجاي لك. طيب البضاعه بقى بتتباع فين؟ عايز اشتري اهو في السبت ده، السبت ده اللي هو الجيبر شوب ده، هفضل ماشي كده على طول الطريق بعد البنزينه هلاقي الجيبر شوب ده. يلا بينا. ايه ده الدنيا بتليل كمان في اللعبة يا جماعة، حاجة عظمة. ايه ده الدنيا ضلمت خالص، ايه ده وفي اضاءة بس الاضاءة ضعيفة قوي بتاعت كشافات العربية. بس ايه ده يا جماعة، ايه الرعب ده؟ هو انا بلعب لعبة رعب ولا ايه؟ الطريق مخيف جدا يا جماعة، الطريق مخيف جدا. ايه ده؟ ده محل الميكانيكي، ايوه الميكانيكي، بعدين البنزينة وبعدهم المحل اللي اقدر منه اشتري بضاعة للسوبر ماركت يا جماعة عشان نرزق يا جماعة ونبيع بقى ايه دي البنزينة. بس انا مش محتاج في الحقيقة، انا مش محتاج بنزين حاليا، دي البنزين. خلاص انا كده قربت يا جماعة. على فكرة المبة سهلة جدا، طرق بسيطة اصلا وكل حاجة ورا بعضها. ايوه ده الجيبر شوب، اهو الجيبر شوب. طب فين محل الالكترونيكس المفروض؟ ده الالكترونيكس. بصوا يا جماعة محل الالكترونيكس، حاجة نظيفة بقى وازاز فاميو بصراحة يا جماعة، حاجة عظمة. بس ده لما بقى احتاجه، تفاصيل كتير يا جماعه اكتر من محاكي مقهى الالعاب بكتير. انا هركن، انا ممكن اركن قدام المحل عادي، ما هو ثواني ثواني. ايوه ايه ده العو ايه اهو اهو، نركن جنب الاخ ده. شكرا، عايزين نشتري يا جماعه بعد اذنك بضاعه، بعد اذنك. انت كمان انت كمان مراتك مجنون كده عليك يا جماعه، وفي ايه يا جماعه؟ كل ما اروح اكره ولا اروح محل كده، انت يا عم انت يا زفت كلمني يا زفت انت يا جماعه، ده متسمرين يا ابني. في ايه يا ابني؟ ده واقف واقف انتباه يا جماعه، في ايه يا جماعه؟ حد مذنبه ده يا جماعه؟ حد عمل له حاجه ده يا جماعه؟ ايه ده في ايس كريم هنا؟ اشتري ايس كريم، احنا في الصيف ولا ايه؟ اشتري للناس ايس كريم او شوكولاته وحاجات. طب انا عايز الحاجات اللي مش غاليه. لا انا ده هاي برايس، لو اشتريتها الوقت هتبقى مبيعاتها ضعيفه، وانا في امس الحاجه ان ابيع كتير. انا يا جماعه لسه فاتح المحل جديد يا جماعه، انا اخد الحاجات اللي جود برايس. بطاطس مقليه مولعه، ممكن يكون الزباين بيحبوا السبايسي. نجيب من ده، نجيب كام واحده؟ اتنين. يلا يعني اخش على السلوت التاني بقى. في كل سلوت ما اقدرش اشيل، ممكن اخد بطاطس تاني. اللبن سعره حلو، اديني لتر لبن يا معلم. شكرا. السلوت الرابع اورنجز، عصير برتقال، طالما سعره كويس ممكن الناس تحبه. ماشي ناخد عصير برتقال، وماله؟ كوكا كولا يا جماعه، كولا كولا، ناخد كولا طالما سعرها حلو، ما ناخدش كولا ليه؟ دول بقى هروح احطهم في العربيه. انا اقدر احط فوق الظاهر جوه دي حاجات تانية، او يمكن هيتجوز ويخلف هو كمان زي ما حكمك على الالعاب ويركب العيال في العربيه ولا ايه يا جماعه؟ ما علينا، المهم نحط على الثبت الوقت، هنحط على الثبت يا جماعه. خلاص حلو قوي حلو قوي قوي. لا احط الكراتين بالطول احسن متهيألي، لان الشبكه جايه بالطول. ممكن ثلاثة بالعرض واثنين طولي، فعلا فعلا يعني هو واحده كمان بالعرض عاش قوي، والاخيره احطها بالطول. شوفوا تكفي خمسة اهو، اتنين بالطول وتلاتة بالعرض، حلو قوي يا جماعة. يا جماعة لا حاجة عظمة، حاجة عظمة يا جماعة، حاجة عظمة عظمة عظمة. قفل قفل لي يا ابني البيبان دي كلها يا ابني. تمام. طيب هل اقدر اشيل تاني؟ هل ممكن احط فوقهم مثلا ده ايه؟ اسباجيتي، اسباجيتي مكرونة، اكيد الناس هتعوز مكرونة يعني يا جماعة. هجرب اشوف لو ينفع احط صناديق فوقهم. تمام. ايه ده؟ لا 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 ممكن، بس هل ده هيبقى تقلع على العربيه؟ ما اهم حاجه انا مش عايز برضك ايه، مش عايز اخرب العربيه يا جماعه. مفيش جبن، اهم حاجه جبن بس عشان الناس يعني، مش هقول سوبر ماركت يا جماعه مفيش جبنز يعني، ايه جبنز جبنز دي؟ ايه ده شاي؟ تاتي تي تي. المهم عايزين شاي، شاي طبعا الناس محتاجه تعمل مزاج يا جماعه. في حد ما بيشربش شاي دلوقتي يا جماعه؟ في حد ما بيشربش شاي دلوقتي؟ وقهوه كمان، عايز اجيب قهوه كمان. اكيد الناس هتحتاج ميه يعني، اعتقد كل كرتونه من دول بيبقى فيها خمسه، قصدي تاجر جمله يعني، انا اللي ببيع قطاعي انما هو بيبيع جمله. ايه ده انا عطشان، او ممكن اخد ميه من الصندوق بتاعي، الصندوق اللي انا جايبه اهو، ما ده جواه ميه. ماشي بسرعه، انا الازازه في ايدي اهي مش عارف اشربها. ايه ده لازم ارميها في الارض عشان
لازم ارميها في الارض عشان اشربها؟ يعني ده ايه يا جماعه؟ فين العقل يا جماعه؟ فين العقل يا جماعه؟ ما ينفعش كده يا جماعه، ارميها في الارض عشان اشربها ليه؟ ديرتنس؟ ايه ده، انا مش المفروض استحمى ولا ايه يا جماعه؟ بيقول لك الراجل اللي بديرتنس. ايه ده، انت ايه الحاجات اللي ايه ده الحاجات دي؟ الراجل حطها في الثلاجه، يبقى انا المفروض احطها في الثلاجه عندي. بس انا مش مشكله بقى، احنا لسه محل مبتدئ بقى، انا على قد الامكانيات بقى يا جماعه. اللي عاجبه عاجبه، اللي عاجبه يشتري. ايه ده، ايس كوفي؟ ماشي ايس كوفي، ناخد ايس كوفي عشان الزباين تطر على قلبها. ماشي، احنا يهمنا راحه الزباين وسعاده الزباين. مش عارف، كبيره كده وطالعه كده لبره. زيت شعر ممكن طبعا، الناس اكيد هتعتني بالايده. حجيره؟ لا، غاليه غاليه، البطاريات غاليه يا شباب. خلينا في زيت الشعر وكفايه كده النهارده. نروح بقى نعبي في المحل. عاش قوي، متشكرين متشكرين. وعن العربيه، والله يا جماعه العربيه كده اوفر اوفر قوي على العربيه. بس ماشي، بتمشي بتقدر تمشي بالعافيه يا جماعه، العربيه ممكن تبوظ. يا لهوي، العربيه يا جماعه ماشيه بالعافيه كده كتير قوي. يلا مش مشكله، عايز ارجع بقى على المحل بتاعي. ايه الكتكوت اللي تحت ده؟ توي شوب، محل العاب. الله، ده هنبيع العاب بعد كده وحاجات. ده انا مش عايز الزباين على الاخر يا جماعه. لا، محل ولا تهت ولا حاجه. ايه، بص بص، ركنه اسطوريه. بس شكرا. يلا بقى نعبي بقى جوه المحل يا جماعه. يلا. ايه ايه ده، ايه ده، الراجل فين؟ خطف الراجل ولا ايه يا جماعه؟ الراجل بياع فين يا جماعه؟ خطف الراجل بياع ولا ايه يا جماعه؟ الله، طب لو كان بغرض السرقه، طب ما كانوا هيسرقوا البضاعه، بس هم ما سرقوش البضاعه. طب الراجل راح فين يا جماعه؟ الراجل ولا راح ينام؟ طب راح ينام من غير اذني وسايب المحل مفتوح. انت ده مرفوض من بكره الصبح ده يا جماعه، سايب المحل مفتوح، المحل يسرق كده، حرام عليك. ايه ده، هو انا لازم اقعد اخد واحده واحده؟ لا، ممكن اهو. ايه بالسلوتات يعني؟ اول سلوت، تاني سلوت، تالت سلوت، رابع سلوت. كده يعني، ماشي. ايه ده بقى، اسباجيتي مكرونه. يلا مكرونه، حلو. ادي مكرونايا، عايز انظم المكرونه كده بشكل شيك. حلو قوي، طالما انا ظبطت واحده على وضع معين الباقيين بيبقى نفس الوضع اوتوماتيك. حلو قوي قوي يا جماعه. هي مكرونه مش واحده، انا كنت عايز اخد. طب ماشي ماشي، انا عايز اخد الصندوق كله. حلو، نحط الصندوق كده هنا. تمام، حلو، 3 4. حلو قوي. ايه، زيت شعر ده باين يا جماعه؟ هير اويل. حلو، زيت شعر، بس زيت شعر جنب المكرونه يا جماعه. هي دي على قد الامكانيات. انا لسه فاتح المحل يا جماعه، انا لسه فاتح المحل يا جماعه. هعمل ايه للزباين يعني؟ اعمل لهم ايه يعني؟ بس الراجل اللي طفش ده طفش ليه؟ عملت له ايه؟ ولا بدي له مرتب كويس يعني؟ مش عارف. طب الراجل هيجي ولا مش هيجي؟ طب اتصل بيه اكلمه ولا اعمل ايه طيب يا جماعه؟ بيبسي يا جماعه، بيبسي بقى، كولا. البيبسي كولا حطها جنبهم عادي، مفيش مشكلة. ما احنا محل على قدنا يا جماعة، هنعمل ايه؟ اقطع نفسي يعني ولا اعمل ايه يعني؟ مش فاهم. ايس كوفي، ايس كوفي يا جماعة، ايس كوفي، انا عايز ايس كوفي. يلا اديني ايس كوفي، 2 ايس كوفي، 3 ايس كوفي، 4 ايس كوفي. كوفي 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 كوفي. فكرتنا اختفت اوتوماتيك لما خدت كل اللي فيها. ايس كوفي يا جماعة، يا بصوا مش جايب لهم قهوة عادية، انا جايب لهم ايس كوفي يا جماعة. احنا بنهتم بالزباين بتاعتنا يا جماعة، والايس كوفي جنب البيبسي يا جماعة، عشان ايه؟ كل المشروبات تبقى جنب بعضها يا جماعه. المهم ان البياع راح فين انا مش عارف. مراته ندهته قالت له يا ابن الكلب تعالى ولا ايه؟ ولا ايه ده، ايه جا؟ ايه يا ابن ده؟ جبنا في سيره القط، جاي نط جاي فك وبرضه مكشر. مراتك يا ابني عملت فيك ايه يا ابني؟ تعالى هتشتري ايه، حاجه من الجديد؟ ها هتشتري ايه؟ ايش انا سباجيتي يا جماعه، بطاطس مقليه مش هتشطها، هنولع بق الزباين يا جماعه، مش هنشوفهم تاني. خلاص يلا اشتري المكرونه. طب دي ما لو حطيتها هتغطي على المكرونه يا جماعه. ايه ده، فيكتور فرايز، بطاطس النصر. بطاطس النصر، دي امكانياتنا يا جماعه، لما ربنا يكرمنا كده واقدر اجيب شيلفز جديده وحاجات جديده نظبط الامور. انما دي امكانياتي انا، ده اللي اقدر عليه، ده اللي اقدر عليه، ما اقدرش اكتر من كده. هعمل ايه؟ ازايز ميه، مهم جدا ان يكون في عندنا ازايز ميه عشان انا كمان اشرب يا جماعه. لو انا عطشت، ولا يعني عشان صاحب سوبر ماركت يعني انا ما ده لبن. طب ثواني، ما كنتش عايز اللبن دلوقتي. ما علينا، لبن طازه. والله الميه ممكن قدام المكرونه مش هتعمل ازمه، هتبقى المكرونه باينه برضو عادي. بس انا عايز اللوجو يبان بتاع الميه يعني، عشان برضك الزباين تشوف ان احنا جايبين انضف حاجه يا جماعه. يا جماعه، بقاله فادي عضلات لازم تكون بقاله محترمه، مش اي حاجه يا جماعه. عمال اخد من هنا ومن هنا يا جماعه، انا والله مش عارف ايه اللي انا بعمله ده يا جماعه. كل اللبن جنب بعضه،
جايب لهم لبن جهينة كامل الدسم يا جماعة. وعصير برتقال، عصير برتقال، عصير برتقال جنب المية عشان اغريهم بقى. يجي ياخد ازاز مية يقول لك الله طب ده بعد عندهم عصير برتقال جميل، ناخد كمان عصير برتقال كده يا فاهميني. نكمل القرى ده خلاص دي، وده الملك ناخد باقي الملك ماشي. والملك خلاص دي اخر ازازه نروح نحط. الله الناس بتشتري اهوت، بس ما اعرفش السوبر ماركت بطيء قوي يا جماعه، بطيء قوي مش عارف الناس يعني، نفسي في حاجات تكسب اسرع يا جماعه. عايز ابقى اكبر سوبر ماركت في المنطقه يا جماعه، عايز اعكر على المنافسين يا جماعه. وده ايه اللي فوق ده؟ شاي، ده شاي، ده اهم حاجه الشاي، شاي احمد ده ولا ايه يا جماعه؟ ولا شاي السلام ده ولا ايه؟ والله ما عارف. المهم ايه ده؟ كل دي شاي ليه؟ باكيتة الشاي عاملة كده ليه يا جماعة؟ في ايه؟ ايه ده؟ ده شاي والناس بتشتري ده شاي بتاع ده بالكرتون ده، كام باكيت ده يا جماعة؟ ده مغطية على الحاجات اللي ورا، خلاص مش مشكلة خليها كده دلوقتي، ولما تتباع المشكلة ما اقدرش احطها على الأرض لأن الناس مش هتشتري الحاجات اللي على الأرض. يعني تخيل أنت سوبر ماركت، تخيل أنت مثلا رايح سوبر ماركت ولقيت السوبر ماركت حاطط لك مثلا الحاجات على الأرض، هتشتري أنت من الأرض؟ أكيد مش هتشتري من الأرض يعني، ما ينفعش أنا أعمل كده في الزباين بتوعي يا جماعة، أنا ما عنديش مكان أعمل إيه؟ خد يا عم أهو يا جماعة، قلنا محل مبتدئ يا جماعة، قلنا محل مبتدئ، قلنا 100 مرة يا جماعة، خلاص ما تعملناش بقى يا جماعة، قلنا يا جماعة، قلنا 100 مرة يا جماعة. خلاص بس فرايز دي أنا جايب منها كام واحدة يا جماعة؟ أنا كنت جايب كيس، يا لهوي أنا جايب كتير، الله كان ممكن أحطها كرتونة زي ما هي جوه، بدل ما أحط البضاعة على الأرض كان ممكن أحطها كرتونة زي ما هي جوه. خلاص يا عم خد يا عم، حط عندك، خدها عندك يا عم. بس يا ترى هل الناس هتشتري من عنده ولا يفكروا ان ده حد مرجعها؟ ما ده الخوف بقى. عامة مش مشكلة، انا ممكن احطهم قدامه لغاية ما الحاجات التانية تتباع، ناخد عادي يعني بسيطة يعني، وبالتدريج واحدة واحدة. خد يا عم ده عندك يا عم، عادي عادي يا جماعة، عادي يا جماعة. حتى لو الناس فكرت ان هي مرتجعة، طالما الحاجة نظيفة وسليمة عادي مش مشكلة يعني، حتى لو حد مرجعها مش فاهم ده بلمي يعني، طالما الكيس مقفول خلاص يعني يا جماعة، خلاص يا جماعة ما تأزموش الدنيا. انا عطشان وجعان يا جماعة، هاكل من عندي هعمل ايه يعني؟ لا يعني انا عشان صاحب سوبر ماركت يعني ما اقدرش اكل من عندي يعني، ما انا جعان اعمل ايه؟ اشرب ازازة زيت ولا اعمل ايه؟ طب الحاجات اللي جنبي دي ما بتتباعش ليه؟ انا عايز ميه بسرعة فورا. عايز شربت، عايز ايه ده؟ ايه اللي ايه ده؟ ايه دي؟ روتين؟ ايه ده؟ بضاعة باظت. العصاير المفروض تتحط في تلاجة. طب اشرب بسرعة، اشرب عصير، اشرب قبل ما يبوظ. ايه ده؟ في بضاعة بتبوظ عشان هي لازم تلاجة اساسا يا جماعة. مش انا جعان يا جماعة، اكل ايه؟ ايه ممكن اكله؟ اكل دي ممكن. واكل واحدة كمان يلا. طيب انا كده حالتي ايه؟ ايه البلادر ده؟ انا مش عارف ايه البلادر ده والله يا جماعة. ايه ده يا جماعة البلادر المسانة؟ انا محتاج اعمل حمام. طب ما انا ما عنديش حمام في المحل، ما عنديش ولا تواليت، اعمل ايه طيب؟ انا عشان المسانة اتملت فالراجل ماشي ببطء. طب ماشي، طب اعملها في الشارع ولا اعمل ايه طيب؟ انا هعمل ايه طيب؟ هروح فين طيب انا؟ ايه ده؟ مين الراجل اللي نط على ايه ده؟ في ايه يا جماعه ده اللي بيحصل ده يا جماعه؟ هعملها على نفسي وهتبقى فضيحه يا جماعه، ما ينفعش اروح اعملها في البنزينه ولا حاجه. هرجع البيت. حسب يا عم، انت يا عم حسب يا عم، تاريخم انا مزنوق يا عم، عايز ارجع بيتي. يا لهوي يا لهوي، ايه ده ايه ده يا جماعه؟ ايه ده يا جماعه؟ معلش عشان مزنوق بس فمش قادر اركز، عايز بس المشكله ما عنديش حمام باين في البيت يا جماعه. ايه ده؟ بيقول لك اقدر اشتري التواليت والباس تيوب من الفرنتشر ستورز. الله، يعني ممكن اروح لبتاع الاساس المستعمل واجيب منه تواليت؟ ماشي، ما انا مش هروح لبتاع الجديد يعني، ما معيش الاماكن ورا بعضها كده قريبه من بعض فسهله. حلو، عندك تواليت يا عم الحاج؟ ارجوك ارجوك، محتاج تواليت. عنده تواليتات هناك يا جماعه اهو. بكام التواليت عندك؟ $35؟ ماشي يا عم، قلت تواليت عادي. حلو، ايه ده؟ عم هو عامل كده ليه يا جماعه؟ وايه الباص تيوب دي طيب؟ ايه ده الباص تيوب ده؟ بانيو؟ ده عشان انضف نفسي فيه، استحمى يعني بعد ما اعمل تواليت يعني. طيب هو ماله؟ نشتري باص تيوب $75؟ ماشي مفيش مشكله. ترابيزه $50 وخلاص، احط عليها البضائع مؤقتا. والزباين بقى يستحملوا بقى، انا مالي؟ انا هعمل ايه؟ مش بمزاجي يا جماعة، مش بمزاجي، احنا محل على قدنا يا جماعة، ينفعش احطها فوق؟ الله الله الله، امشي كده في الشارع ولا خليها في ايدي؟ طب انا كنت ماسكها ماسكه ده في ايدي ازاي يا جماعة؟ ايه ده؟ ايه ده يا جماعة؟ الناس تقول عليا ايه ولا ايه؟ ايه ده؟ طب اخلي دول فوق والترابيزة في ايدي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه في ايه في ايه في ايه؟ في ايه اللي بيحصل؟ ايه ده؟ ايه ده؟ العربية بقت على الأرض يا جماعة.
طب انا كنت داخل بيهم ازاي؟ طيب ايه ده يا جماعه؟ بصوا العربية لزقت في الارض. في شكل يا جماعه فوق. في شكل فوق والله يا جماعه. ايه ده يا جماعه اللي العربية مش عايزة تمشي. العربية مش عايزة. خلاص خلاص. ايه ده ايه ده يوزنج ايه؟ ايه ده انا استخدمت الحمام وهو فوق ال استحميت فوق العربية ولا ايه يا جماعة؟ مش عارف والله. خلاص 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 خلاص. هدوء. ايه ده ايه ده؟ لا 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 استني راح فين؟ استني ايه ده راح فين؟ استني يا عم عبد الحق العربية. العربية يا جدع العربية يا جدع yeah, my life is lovely now. I'm focused on me. You said you were about to die. I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finally, see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss having me around.